هسه انا دريت الولد بتدعي وشغله الموتى يخلوهم يشاركون بالانتخابات، بس بالميت يصير شاهد ميت قبل 7 سنين ويصير شاهد بقضيه، انا هاي ما سامح والله العظيم. هذا البلد كل شيء يصير فيه. عباس سلمان من بغداد يقول: عندي اخوي مرته سوت عمليه بمستشفى البنوق الاهلي، عتها اكياس مائيه حول المبيض، وصار وفاه المعاي اثناها، وام زوجتها قامت دعوه ضد اخوي، توفت المراه وامها قامت دعوه ضد اخوي تندى اضاربها بمركز شرطه الرافدين في مدينه الصدر. مركز الشرطه لعب جوله، زوروا الدعوه وخالين ابوي هو المتهم، هو ابو المتهم شاهد، وهو متوفى بعام 2011. شلون يصير استاذ نجيم وخالين نص وجه مال مرت اخوي تزوير، وعندي كتاب هددوا المحامي، وعندي مقتبس الحكم يقول القاضي ورا الحكم، علما ان القائمين بالتحقيق كان اعطوني اياه بالله. عباس شلونك؟ السلام عليكم استاذ نجم ورحمه الله وبركاته. عباس انت ايش تشتغل؟ عليكم السلام. مواطناني. السلام عليكم استاذ نجم. حياك الله. انت ايش تشتغل عباس؟ مواطن استاذ، انا اخو المظلوم. انا اسالك على شغلك، اعرف انت مواطن، شغلك شنو بابا؟ رجل مدني، مدني اشتغل شغله مدنيه استاذ. زين، ايش بيها مرت اخوك سوت عمليه بمستشفى البنوق وماتت؟ عندي مرت اخوي توفت في العمليات في مستشفى البنوق الاهلي. زين، الدكتور يقول يوم 16 جتني وفحصت سريري والسونار، الدكتور في مستشفى البنوق الاهلي يقول جتني يوم 16 فحصت سريري والسونار، ثم حولتها الى مستشفى البنوق الاهلي يوم 17. زين، يا سنة بعد ما قمت بإجراء العملية في عام 2019 يوم 17/7. زين، راحت للمستشفى، فقام راحت للمستشفى يقول بعد العملية سوى العملية طلع عندي أكياس مائية حول المبيض أستاذ نجيب. زين، اي هاي شهادة الدكتور وأصولية وأمام قاضي التحقيق. زين، قاضي التحقيق مدينة الصدر. زين، يقول أنا رحت وشهد، قال يا بيل قلنا له وحدة اثنين ثلاثة، قال أنا أروح أشهد البنية ما مضروبة، شلون أنا مسوي العملية والبنية مضروبة؟ البنية ما بيها شيء، فهذا مركز الشرطة لا جاي ولا ماخذ أقواله، قال وقالوا ما حد ولا موقع لهم هاني. البنية توفت بمستشفى استاذ نجيم. عباس، البنية توفت بالمستشفى، مستشفى البنوق الاهلي. زين، التقرير الطبي للوفاة شو يقول؟ بس اسمح لي، شو يقول سبب الوفاة؟ تقرير الطب العدلي شو يقول سبب الوفاة؟ تقرير الوفاة قبل لا يظهر تقرير الطب العدلي، ظهر كتاب علمونا كاتب الى مركز شرطة الرافدين ان بيها شدة داخلية. الشدة الداخلية يعني غلط الدكتور وليس خارجية استاذ نجم، يعني ما بيها ضربة، شدة داخلية. شنو شدة داخلية؟ بيها شدة داخلية ضربة. لا شدة خارجية ضربة استاذ نجم. شنو ما شو تبين؟ مو شدة داخلية. هذا تقرير الطب العدلي يقول شدة داخلية. يقول شدة داخلية، زودونا شعت يوم قايل للمركز زودونا بالاوراق التحقيقيه على ودنا اكتبلكم، يعني اكو استاذ نجم بس تريد الف رحمه على والديك وعلى هذا الاتصال المبارك وجزاك الله خير، اكو طب العدلي خاطب مركز شرطه يقول زودونا ما سبب الوفاه، ان علمونا ان بيها شده داخليه، ايش كتب ضابط التحقيق؟ قام المتهم بالضرب بالايدي في منطقه البطن، ايش كتبوا الطب العدلي على ضوء المركز؟ كتبوا اصابه رضيه على البطن، فزوروا هاي الفقره استاذ نجم. عمي عباس، زوروها. عباس ماني. نعم استاذ. من اللي اكتشف انه المراه عندها شده داخليه؟ من اللي اكتشفه الواحد؟ اكتشفناه الطب العدلي. الطب العدلي اكتشف. زين، منو اقام دعوه على اخوك؟ منو اقام دعوه على اخوك؟ القام دعوه عمته أو زوجته
فقلت من مركز النوار ابوي ايش كتبه استاذ منه؟ قلت لك بس خلي خدمك استاذ لك ملاحظه لازم تفهمها. افرح مع الوالدي الملاحظة من دزة الطب العدلي الدكتور من دزة الطب العدلي طب العدلي ما استقبله يوم 17 الساعة الثانية ظهرا. ليش؟ انه لا بيه مركز شرطة ولا بيه مامور. فرتبوا الدعوة رتبوا قالوا للقاضي احنا يوم 18 اخذنا قواله الساعة السابعة مساء بالمختبس الحكوم يقول يوم 18 الساعة السابعة مساء اخذنا قواله. الطب العدلي يقول تشرحت الساعة الثامنة صباحا من يوم 18 وهي ميتة يوم 17. فش كتب عليهم قاضي التحقيق ان القام بالتحقيق كلامه متناقض. هذا قاضي التحقيق الحكم اخوي بالجنايات اقول لك يعني حكيهم متناقض حكيهم متناقض. انت تقول المرأة يوم 16 فحصوها سونار يوم 17 ودوها للمستشفى شخصوا المرض دخلت بالعمليات توفت بالعمليات نعم توفت بالعمليات نعم. التقرير الطبي لسبب الوفاة اللي دفنتوا به المرأة بشهادة الوفاة شو يقول سبب الوفاة؟ شو يقول السبب؟ نعم استاذ مو قلت لك جاوبته يقولون شدة داخلية يقول اصابة مرضية على البطن. الدكتور يقول زين اذا اصابة مرضية على البطن اذا المرأة إذا المرأة تعاني من شدة داخلية الدكتور شلون دخلها عمليات؟ أي شلون دخلها عمليات؟ شدة داخلية دكتور أستاذ نجم الشدة الداخلية قال ما بي أشيل ابنية أنا فحصدها سرير والسونار ثم حولتها إلى مستشفى النوقيري يوم 17 تبين لي فيها السونار أن لديها كاس مائية يعني يقول كل شيء ما بيها زين بالتقريب السونار يعني. وبالفحص يوم 16 بالسونار وبالفحص ليش ما تبينت بيها شدة داخلية؟ شكرا جزيلا أستاذ. بالسونار يقول كل شيء ما بيها بالسونار فقط لديها أكياس مائية. منين جت الضربة يا أستاذ نجم؟ أنا بس أريد أعرف أخوي على شنو نحكم؟ على أبوي خالينا شاهد أبوي عام 2011 سنوات نقول سلمان عجيل يقول سوون بس كاتب قام والد زوجها خبالة أدارها سلمان عجيل وشاهد على الضربات. أبوي متوفى عام 2011 فكيف يكون شاهد في عام 2019؟ وهددوا المحامي عند كتاب رسمي أستاذ نجم يقول أي مؤسسة على أي محامي نخليه يهددونه ليش هم مدورين؟ زين هسه أخوك السجن حكيهم متناقض هسه أخوك السجن أخوي نحكم 7 سنوات زين القاضي ما قال زين المحامي مالكم ما قال للقاضي شلون ابو المتهم شهد بال2011 ب2016 17 هو متوفي ب2011 ما سأل القاضي استاذنا صارت لعبه قويه يا مو المحامي يا ان خلي يهددون مركز الرافدين ضابط تحقيق ما يخلي يشتغل الدعوه فكتبت عندي كتاب انا استاذ نجم انا من احكي وياك عند جميع الادله ماشي اخويا ماشي هاي تروح هاي تروح للسيد وزير الصحه تروح للسيد وزير الصحه هسه انا دريت الولد بتدعوا شغله الموتى يخلوهم يشاركون بالانتخابات بس بالميت يصير شاهد ميت قبل 7 سنين ويصير شاهد بقضيه انا هاي ما سامح والله العظيم هذا البلد كل شيء يصير بي كل شيء يصير بي بطريقه يا اخي غير مفهومه ما ادري هسه هذا الرجل هذا من يثبت كلامه صح لو غلط انا ما ادري بس صرنا كل شيء نسمع